الليرة السورية متماسكة أمام الدولار الأمريكي والعملات في عموم المدن والمحافظات، وتقارير تكشف توقف معامل السكر والخميرة والكحول والزيت والصابون في شركة سكر حمص عن الإنتاج، ونقيب صيادلة دمشق يدعو لتوسيع التعامل مع شركات التأمين الصحي بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الأدوية، وأسعار الذهب تسجل تراجع كبير في الداخل السوري على خلفية تراجع سعر الأونصة عالمياً. كل دوب التفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولتنا اليومية لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. بس زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ الجولة ما ننساش نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بكم. حافظت الليرة السورية على استقرارها وثباتها أمام الدولار الأمريكي في عموم المدن والمحافظات خلال تعاملات اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، وفي الوقت الذي تشهد فيه أسعار الصرف استقرار في الداخل السوري تشهد أسعار الذهب محليا وعالميا تذبذب شديد، وخاصة بعد الصعود القياسي لسعر الأونصة عالميا مع بداية الأسبوع الماضي، والذي تخطى فيه سعر الأونصة حاجز 2135 دولار للأوقية. ومحليا شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية بلغت حوالي 30 ألف ليرة في غضون أسبوعين. وضمن سلسلة التذبذب الشديد الذي تعاني منه أسعار الذهب، فقد تراجع المعدن الأصفر عالميا منذ تعاملات أمس الجمعة بشكل كبير، ومؤخرا كشفت تقارير أن الذهب يتجه نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي في 4 أسابيع بعد صعود الدولار، مع ترقب الأسواق بيانات رئيسية عن الوظائف الأمريكية بحثاً عن دلائل عن احتمال خفض مجلس الفدرالي الأمريكي أسعار الفايدة. وصعد الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق كما ذكرنا عند 2135 دولار يوم الاثنين الماضي، بفعل رهانات على خفض مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي لأسعار الفايدة قبل أن يهبط أكثر من 100 دولار بسبب عدم اليقين بشأن توقيت الخفض. ثم ارتفع الذهب بمقدار طفيف، ثم عاد للانهيار ليسجل مستويات دون 2000 دولار للأوقية، ليسجل اليوم 1997 دولار، وبالتالي تراجع كبير في أسعار الذهب محليا. وعلى الجانب الآخر تشهد أسعار السلع والخدمات الأساسية في سوريا ارتفاعات جنونية متواصلة فوق قدرة واستطاعة المواطن البسيط الذي يعاني في الأساس لتوفيرها لأسرته. ورغم ما يعانيه المواطن السوري من سوء في الحالة المعيشية، أجده لا يزال متمسك بآمال وأحلام عودة الحبيبة سوريا لما كانت عليه من قبل، الهلال الخصيب الذي يربط بين الشرق والغرب. وأقولها وأكررها في كل حلقة إن حييت: بلادك حياتك وشرفك، إن بقيت بقيت أنت وذكرت، وإن فنيت وانكسرت تشردت أنت بين الدول. فالتاريخ إما يذكرك بأفعالك الوطنية المشرفة أو ينساك للأبد. ووفقا لنشرات مصرف سوريا المركزي، سجل متوسط سعر دولار مقابل ليرة سورية في البنوك رسميا 11500 ليرة وفقا لنشرة المصارف، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل ليرة سورية في المصرف المركزي رسميا 12600 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة. واستقر سعر صرف الدولار مقابل ليرة سورية في السوق السوداء ليسجل مستويات 14000 ليرة للبيع و13800 ليرة للشراء. وبحساب السعر وفقا للسوق السوداء، فإن ال100 دولار هتساوي 1,380,000 ليرة سورية. وفيما يتعلق بأهم الأخبار في الداخل السوري، كشفت تقارير عن توقف معامل السكر والخميرة والكحول والزيت والصابون في شركة سكر حمص عن الإنتاج. وفي التفاصيل قال المهندس صالح الصالح مدير عام شركة سكر حمص إن معمل السكر متوقف عن الإنتاج منذ عام 2019 لعدم توافر المادة الأولية الخام، وأوضح أنه يتم الإعلام بشكل مستمر عن شراء 25,000 طن سكر خام عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية، ولكن لا تصل عروض بسبب الظروف الاقتصادية والحصار. وأشار أيضا إلى أنه يتم الإعلان عن تشغيله للغير بكمية 25,000 طن خام، كما كشف عن توقف معمل الخميرة أيضا، كذلك توقف معمل الزيت والصابون والكحول. وعلى الجانب الآخر كشفت التقارير أن نقيب صيادلة دمشق يدعو لتوسيع التعامل مع شركات التأمين الصحي بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الأدوية. وفي التفاصيل كشف رئيس نقابة صيادلة دمشق أن أسعار الأدوية التي ارتفعت بنسبة نحو 70% تشمل الحب والكبسولات والشراب والقطرات العينية، أما المراهم والكريمات والقطرات الأذنية والأنفية والبخاخات الصدرية
ارتفعت بنسبة قدرها 100%، وقال إن هذه الارتفاعات جاءت بوقت غير متوقع، وأن النقابة ليست مع رفع سعر كافة الأدوية كونه يزيد العبء على الصيدلاني والمريض معا. وأشار إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو ارتفاع سعر المواد الأولية كونها مرتبطة بسعر صرف القطع في المصرف المركزي والصواغات ومستلزمات الإنتاج والأغلفة الدوائية. وفيما يتعلق بتحركات الذهب في الداخل السوري، فقد سجلت تراجع كبير على خلفية انهيار سعر الأونصة عالميا. وفي كل الأحوال نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكما نؤكد نحن جميعا نسيج واحد. وبالنسبة لأسعار صرف الدولار، فعدد من المدن والمحافظات السورية خلال تعاملات اليوم السبت سجل الدولار في دمشق 14000 ليرة للبيع و 13800 ليرة للشراء، وسجل الدولار في حلب 14100 ليرة للبيع و 13900 ليرة للشراء، وسجل الدولار في إدلب 14450 ليرة للبيع و 14350 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الحسكة 14450 ليرة للبيع و 14350 ليرة للشراء، وسجل الدولار في منبج 14500 ليرة للبيع و 14450 ليرة للشراء، وسجل الدولار في الرقة 14400 ليرة للبيع و 14300 ليرة للشراء. أما فيما يتعلق بأسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرة السورية خلال تعاملات اليوم، سجل اليورو 15082 ليرة للبيع و 14861 ليرة للشراء، وسجل الدولار الكندي 10284 ليرة للبيع و 10129 ليرة للشراء، وسجل الجنيه الاسترليني 17578 ليرة للبيع و 17317 ليرة للشراء، وسجلت الليرة التركية 484 ليرة للبيع و 475 ليرة للشراء، وسجل الريال السعودي 3739 ليرة للبيع و 3683 ليرة للشراء، وسجل الدينار الكويتي 45424 ليرة للبيع و 44750 ليرة للشراء، وسجل الدرهم الإماراتي 3814 ليرة للبيع و 3756 ليرة للشراء، وسجل الريال القطري 3850 ليرة للبيع و 3792 ليرة للشراء، وسجل الدينار الأردني 19737 ليرة للبيع و 19447 ليرة للشراء، وسجل الدينار العراقي 10712 ليرة للبيع و 10559 ليرة للشراء، وسجل الجنيه المصري 453 ليرة للبيع و 445 ليرة للشراء. وفيما يتعلق بأسعار الذهب في الداخل السوري خلال تعاملات اليوم السبت، سجل جرام الذهب عيار 24 898 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 21 789 ألف ليرة، وسجل جرام الذهب عيار 18 676 ألف ليرة، وسجلت أونصة الذهب 1997 دولار فاصل 86 سنت، وسجلت ليرة الذهب 6,381,000 ألف ليرة سورية اللي بتساوي 449 دولار فاصل 41 سنت، وسجلت أونصة الفضة 327,077 ليرة سورية اللي بتساوي 23 دولار فاصل 3 سنت، وسجل جرام الفضة في سوريا 10,516 ليرة. نكمل جولتنا للاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية، واللي وصلنا فيها لأسعار صرف الدولار في لبنان، واللي سجل في البنك المركزي اللبناني 15000 ليرة، وما زال سعر صرف الدولار مستقر في السوق السوداء في لبنان، ليسجل مستويات 89500 ليرة للبيع و 89000 ليرة للشراء. دي كانت جولتنا لاستعراض أسعار صرف الدولار وعدد من العملات الأجنبية والعربية أمام الليرتين السورية واللبنانية. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي، هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.